البيت خلص. عشت بجد اكسبيرينس حلو قوي. ده جيمه بيتخانقوا مش جيمه خالص سلموا على بعض. احنا شفنا المسابقه فعجبتنا الستايل نفسه، الستايل كان جديد. خدنا وقت بقى في القصه دي شويه على ما الدهانات تنشف. المودل عجبني جدا وكان وقت قليل قوي ان احنا نكستم ميك حاجه، فاضطرينا ان احنا نلف على سبلايرز مصر كلها انها تدي فرصه للديزاينرز ان هم يعرضوا افكارهم. البيت حدوته واحده، فعشان كده احنا اخترنا كتان خفيف للستاره. They're capable, they have a lot of taste. بصوا يا جماعه احنا خلصنا البيت الحمد لله. انا مش مصدقه الموضوع كان اكتر من صعب. انت عايز البيت في الاخر تحس ان هو ديزاينر واحد اللي عامله، دي كانت تشالنج. الالوان حلوه. بيت فاس يس يس. لا بس اوفر اول برافو. لما قعدنا نشتغل مع بعض عدينا الموضوع ده كويس، يعني اتس ريدي ان تو موف. الكلاينت يجي يسكن شوتت. تعالوا اعرفكم بقى على التيم الجامد قوي اللي عايشنا بجد اكسبيرينس خطيره. كانون ده اهم طبعا سبورت جالنا، ان هو من غير السبورت ده الصوره في الاخر مش هتطلع بالكواليتي اللي هي طالعه فيها. كانتيريور ديزاين اندستري اهم حاجه هي الاوفرول لوك، لان هو ده الواجهه بتاعه المشاريع. ساعدونا اللي احنا نقدر نبقى معانا احسن الاكويبمنتس والكاميرات. ايوه 3 2 1. طبعا يا جماعه انا مش عارف، انا محظوظ قوي ان انا بصور مع ألذ ناس في مصر غالبا. هاي داليا. هاي، ازيك عامل ايه؟ داليا يا جماعه هي صاحبه البيت. ثانيه واحده. يلا رولينج سبيد. هاي 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 هاي، صباح الخير. لما جالنا البريف بتاع البرنامج بدأنا نفكر هاو تو اكويب، ايه الكاميرات اللي هتتحط في البرنامج عشان تطلع احسن كواليتي زي ما الكلاينت عايزها بالظبط. وبصراحه بدأنا نفكر في السي لاين بتاع كانون، السي 300 مارك 3، السي 70، الار 5 والار 6. وبصراحه الموضوع كان فيه اغراء كبير جدا لينا هنختار من ايه في دول، لحد ما كانون سنترال نورث افريكا بقت الميديا سبونسر في البرنامج ووفروا لنا الاربع كاميرات. قدرنا نعمل البرودكشن اللي انتوا شايفينها دي، قدرنا ان احنا ننفايت حد زي اندرو والتيم بتاعه ان هم يبقوا معانا يصوروا ويبقى حاجه لائقه بان الناس تتفرج عليها ويبقوا مستمتعين. كاسينو عندهم كولكشن حلوه جدا، حتى بصينا عليها وحطيناها في السايت ولقيناها حلوه جدا والوانها فيري اون ترند. بانيلي عملوا لنا ترابيزه مربعه بيرفكت، اربع ايام والترابيزه عندنا اهي ومفروش الحمد لله. مالك عمل لنا سبلاي للسراير كلها في وقت قياسي، يعني السرير بالراحه بالطلبات اللي كانت الكلاينت عايزاها بالديفيهات. تام جاليري فتح في الجونه. اكشلي الديزاينرز كنا كلنا اصلا بنتمشى بندور على ارت، دخلوا نقوا الحاجات جبناها حطيناها فيتنج بيرفكتلي. الانسي الاوت دور فرنتشر عندهم حاجات مميزه جدا وتصميمات مميزه. طبعا نايل كيتشن شفتهم وقلت لهم ايه ده انتوا هنا وانتوا هتعملوا لنا المطبخ، ومن غير كلام اتفقنا وعملنا وعملوه في وقت مش عايزه اقول قياسي بس هو قياسي. بورتا دورز وهو عنده مجموعه مميزه جدا من الابواب، يعني من كل قلبي شكرا. ودي اهم لحظه في البرنامج كله، رأي الكلاينت وصاحبة البيت في بيتها. انت متخيله البيت ده بقى عامل ازاي؟ إيه علشان تربط الديزاينرز دول ببعض يطلعوا لك بيت ليه نفس الروح، دي تشالنج جامده جدا. بص يا حازم، اتس بيوند ماي اكسبكتيشنز. Big lights and bright colors, the future is drawing near with
New thoughts and ideas. My dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got مش متخيلة ان احنا في الوقت القصير ده بعدد الديزاينرز الكتير ده كل واحد فيهم هيجيب افكاره ونحاول نحطها مع بعض ونوفقها علشان تدي البود بتاع البيت اللي احنا عايزينه مع البادجت ان احنا نقدر نطلع حاجة بالحلاوة والجمال ده بجد beyond my expectations. صباح الخير لكل الديزاينرز اللي هيسمعوني او اللي هيبقوا حالا معايا. مبدئياً أنا أحمد العدل. أنا لسه واصل امبارح البيت وحابب أقول لكم مرسي جداً 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 جداً. البيت جميل قوي 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 قوي. البيت مريح قوي 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 قوي. أنا مبسوط جداً. البيت أحلى مما كنت شفت في كل الصور. البيت أحلى من اللي كنت نفسي يكون عليه. أنتوا عينيكوا حلوة. أنتوا ذوقكوا حلو. انتوا تعبانين فيه في وقت صعب. فشكرا ليكوا جدا 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 جدا. مش عارف اقول ايه بس حقيقي البيت حلو قوي 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 وانتوا عاملين حاجه حلوه قوي قوي قوي. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو سو ماتش. يو هاف دون ان اميزنج جوب. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. كل ديزاينر ماشي الحمد لله مبسوط. ماشي مبسوط بالنتيجه. ماشي مبسوط بالتجربه. احنا دخلنا البيت ده بجد من يومين. الناس اللي كانوا معانا قعدوا يقولوا لنا لا 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 انتوا بتهزروا انتوا مش هتصوروا لا 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 يعني اكيد هيحصل حاجه تانية. بس كميه الثقه وكميه الباشن احنا في ناس بجد ما بتنامش بقالها شهر. فالتيم برضو لولا التيم ورك وكل فريق العمل من اول الناس تكنيكال للديزاينرز للكاميرامان لكل الناس كل الناس كانت بتساعد في البيت اللي هو يخلص بسرعه ويبقى يعني يبقى احسن حاجه قبل الميعاد بتاع التسليم. يعني انت بجد مبسوطه من الاكسبيرينس وحاسه ان هي يعني غير ما انت ما توقعتي خالص. بص انا كان عندي ثقه ان هي هتبقى حاجه حلوه قوي لان انا بثق في القائمين على البروجكت ده كله على بعضه فما كانش عندي شك انها تطلع حاجه لطيفه بس تطلع واو ده اللي كان عندي شك فيه. انا فخوره جدا جدا بيكوا زي ما انا فرحانه ببيتي انا فرحانه بايتش اند افري بيرسون هو وركد اون ذس بروجكت. ثانك يو داليا فيري ماتش. والله اي بيرسونلي ثانك يو فيري ماتش على الاوبورتيونيتي وعلى كلامك الحلو ده. ومن اول يوم انت كنت على الثقه اللي كانت عندك وعارفه حد متاكد كده انه كاننا اشتغلنا حاجات زي دي قبل كده مع بعض. بجد ثانك يو فيري ماتش. انا اللي ثانك يو حازم وثانك يو فور ذس اوبورتيونيتي وثانك يو فور ميكينج مي بارت اوف ذس بروجكت. Thank you very much. Thank you, you too. Thank you. Bye bye. Bye bye. واخيرا وليس اخيرا احب اقول لكم stay tuned عشان قريب قوي هوريكم حاجه برضو في مصر design related. See you. الحمد لله. اهلا. هلا فتحة. Hello. Hello. Hi, John. الدنيا ولاعة. لا ان شاء الله يعني هنساعدك بس نشوف هتدفع كام. ده كام اكسترا الجمله دي لازم تتسجل. ما اعرفش مين مستنينا فين. تعالى نسلم على مين. بس انا بعرفك انا مش عارف مين. ايه حاسس تنزل تخمن. احنا عندنا فريق عمل جبار شغالين بس وان شاء الله هنخلص. انا لسه جالس والله. على احنا هات يا ابني.